أهلا بكم مشاهدي الكرام، كل تحياتي إلى حضراتكم وإلى هذه التغطية الخاصة. وبطبيعة الحال سوف نخصصها للحدث الأهم هذا اليوم، القمة العربية. فقبل قليل اختتمت بالفعل القمة في دورتها 29 والتي تولت المملكة العربية السعودية رئاستها، وتقديرا لنضال الشعب الفلسطيني ودعما لتطلعاته في دولته المستقلة، تم إطلاق تسمية القدس على هذه الدورة، ما يؤكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى العرب. كلمات مهمة أدلى بها القادة العرب حول مختلف القضايا، في مقدمتها بطبيعة الحال والأحداث الجارية المسألة السورية. كذلك تم التأكيد على الحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية وفق مقررات اجتماع جنيف، كما كانت إدانة جماعية للممارسات الإيرانية وخاصة المتعلقة بدعم الحوثيين في استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية. لكن دائما يبقى سؤال، كيف يمكن التوصل إلى إجماع عربي يسمح بتحرك حاسم لإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات؟ وإلى متى سيستمر الغياب العربي عن الساحة والسماح بالتدخلات الخارجية، كما قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؟ ما تحدثت عنه بشأن الإجماع يعد هو المشكلة الأساسية لسنوات طويلة، لكن المشكلة لا تكمن فقط في الإجماع. أساسا مسألة التوافق بين الدول العربية أمر أيضا، حتى وإن لم يكن هناك إجماع لكن أن يصدر عن الجامعة العربية يجب أن يكون بالتوافق، وهذا أمر أيضا بدأ في السنوات الماضية مشكلة. المواقف المتباينة، آلية العمل في إطار الجامعة العربية، كلها أمور الحقيقة يعني طالما تحدثنا عنها وطالما تحدث القادة ووزراء خارجية الدول في القمم المختلفة وبحثها المندوبون في لجان مشتركة كثيرة، لكن في النهاية الوضع يبقى على ما هو عليه. الأمة العربية الحقيقة مرت بمنعطفات خطيرة خلال الفترة الماضية جراء الظروف الأخيرة، وما تشهده المنطقة هو خير دليل على أهمية هذه المرحلة. الحقيقة هناك مخططات بتهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كذلك زعزعة أمن دول المنطقة. الموضوع بدأ منذ سنوات طويلة، الموضوع بدأ منذ 2003 أو كان في ذروته منذ 2003 حينما تم احتلال العراق. أضيفت ثورات الربيع العربي، نتائج ثورات الربيع العربي، ووصولا إلى ما حدث بالأمس، قصفت العاصمة السورية. البيان الختامي حمل عددا من النقاط، تعالوا نتابع ماذا قال بيان القمة العربية 29. كان هناك ما لا يقل عن 25 بند تتناول كافة المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القمة الثقافية التي أشار لها السيد الوزير. بقي أنه قبل دخول هذه القاعة تسلمنا رسالة من الرئيس الفرنسي، لأنه كان هناك رسالتين، أحدهما رسالة مكتوبة جاية من الرئيس بوتين، وأخرى شفهية جاية من الرئيس الصيني. أبلغنا الآن أن الجانب الفرنسي أيضا سلم رسالة للقمة تعبر عن رغبة فرنسا في إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية. مجموعة القرارات الصادرة هي تعكس في الحقيقة الاستراتيجية العربية، بمعنى ان في قرار على العراق بيرفض وجود القوات التركية وبيدين وجود القوات التركية في شمال العراق، بيطالب دول الجوار بان تحترم وحدة اراضي الدول، في القرار الخاص بسوريا مطالبة تركيا بالانسحاب، فدي جزء من الاستراتيجية العربية أو الرؤية العربية.
ده كان جزء مما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ربما الكلمات أحيانا لا تفي المواقف حقوقها، أو على الأقل أمال وتطلعات الشعوب التي تنتظر من القمم المتعاقبة والمتوالية، سواء في اجتماعاتها الاعتيادية أو في الاجتماعات الطارئة التي حدثت على مدار التاريخ كثيرا. لكن ما هو الموجود؟ هذا ما سوف نناقشه. وزير الخارجية عادل الجبير الذي رأست بلاده هذه القمة قال أو أكد إدانة القمة العربية للسياسات التي تتبعها إيران تجاه المنطقة، وقال في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل إن القمة تدين التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، كذلك الصواريخ الحوثية بدعم إيراني التي تطلق على المملكة. كما أدانت القمة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول المنطقة، سواء عن طريق إشعال الفتن الطائفية أو زرع ميليشيات إرهابية في عدد من الدول العربية، سواء كانت في لبنان أو العراق أو اليمن، وأيضا تدخلاتها في شؤون الدول العربية وإيوائها لقادات من تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن هذه الأعمال تعتبر أعمال عدوانية تجاه الأمة العربية. وتطالبت إيران أيضا بالانسحاب من جميع الدول العربية وعدم مد أو زرع ميليشيات أو عناصر إرهابية في هذه الدول. كان هذا أيضا عن جانب، كانت هذه بعض كلمات من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. دائما القمم العربية بتخرج في النهاية ببيان ختامي لكل هذه الاجتماعات والتشاورات، وبيتوافق القادة العرب على جزء أو شكل ما من الذي يمكن أن يخرج به البيان. أحيانا بتكون اللهجة قوية، أحيانا بتكون هناك نقاط مهمة للغاية، أحيانا بينتظر الشعب أو الشعوب العربية بتنتظر ما هو أكثر من قادتها. على أي حال تزال تمثل هذه البيانات الختامية لكل القمم وثيقة وحلم وأمل، وربما أيضا هذا ما يعكس رغبات الشعوب في بعض الأحيان. ماذا قال البيان الختامي للقمة 29 للقادة العرب؟ هذا ما سوف توضحه لنا لبنى الخولي التي أرحب بها هنا معي في الاستوديو. أهلا بك محمد. يعني الحديث عن هذه القمة العربية التي حملت العديد من الملفات وجابت الدول العربية ما بين سوريا وفلسطين وليبيا والعراق واليمن، نتناول البيان الختامي الآن ونستعرضه مع المشاهدين الكرام. تابعني أيضا محمد في هذا البيان. أكيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض التفصيلي الذي نتحدث فيه عن البيان الختامي للقمة العربية. الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها. لذا حمل البيان الختامي العديد من النقاط المهمة التي نستعرضها معكم الآن. البداية مشاهدينا الكرام عن البيان الختامي للقمة العربية الذي حيث تصدرت القضية الفلسطينية المشهد، ودائما نعرف بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب التي تتصدر المشهد ما بين الحين والآخر. وكانت هذه القمة اعتبرتها القضية المركزية الأولى للأمة العربية جمعاء، وشدد البيان الختامي على أهمية السلام والسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية، وكذلك بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك ترحيب أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفضت هذه الإجراءات، وأكدت أيضا على حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.
ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى الحديث عن ملف هام وآخر، وهو ملف هام وشائك، وهو الحديث عن اليمن السعيد الذي أصبح غير سعيد ولكن سيعود سعيد مرة ثانية. أكد البيان الختمي مشاهدينا الكرام على مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كما هو موضح أمامكم الآن. وأيضا حمل إدانة بأشد العبارات هذه الإدانات لما تعرضت له المملكة العربية السعودية بإطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية. وكذلك أيضا طالب البيان المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وعلى الميليشيات ومساندة أيضا مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وأمن استقرارها واستقرارها ومقدراتها. الحديث مشاهدينا الكرام يأخذنا الآن إلى الأزمة السورية، حيث أكد البيان الختامي على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي، وكذلك المطالبة بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي. وأيضا جدد البيان التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي. وكذلك أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، هذا الحديث عندما نتحدث عن الجارة ليبيا، وكذلك أيضا التوصل لاتفاق ينهي الانقسام في الأراضي الليبية. وأيضا مشاهدينا الكرام عبر القادة العرب عن تضامنهم مع السودان وصون سيادته الوطنية. إذن مشاهدينا الكرام البيان الختامي تضمن أيضا تأكيد على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب، وكذلك أيضا إدانة المحاولة للربط بين الإسلام وبين التنظيمات الإرهابية التي تحمل العديد من الأسماء المختلفة ولكنها تخرج من رحم واحد ألا وهو رحم الإرهاب، وكذلك تكريس كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. وأكد البيان أيضا على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، هذه الجزر هي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى إدانة أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا أبرز ما تضمنه البيان الختامي للقمة العربية. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونتحول مرة ثانية إلى الزميل محمد في الاستوديو. إليك محمد. شكرا لك لبنى. هذا هي الموقف السياسي أو المواقف السياسية للدول العربية مجتمعة، وتبقى آليات التطبيق وآليات التنفيذ التي أعتقد أنه هيكلة الجامعة العربية أو غيرها. صحيح، ولابد يعني أن نسلط الضوء أيضا عن أن القضية الفلسطينية هي دائما ما تتصدر المشهد للقمم العربية، وهذا ما وضح جليا من خلال القمة العربية في دورتها 29. عموما من حين إلى حين، من زمن إلى زمن، هناك تحركات بتحدث على الأرض عربيا. الحقيقة سوف نغرق أو نحاول أن نحلل ما جاء في هذا البيان الختامي، كذلك هذه المحاولات الجارية لتطبيق بعض مقررات القمم، حتى الأمر يبدو مزمنا كما تعلمون حضراتكم، لكن تبقى القضية الفلسطينية وقضايا أخرى دائما موضوع مهم للتباحث وللسعي خلفه. بعد الفاصل مشاهدي الكرام استقبل ضيفي الكاتب الصحفي بالأهرام أمين محمد أمين، المتخصص في شؤون العربية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. الحديث طبعا عن القمة العربية، عن البيان الختامي، عما قاله الرؤساء وزعماء الملوك والأمراء في هذه القمة، ماذا حملت مختلفا، هل المسألة هي محض مواقف سياسية ذكرت في البيان أم لا، أم أن هناك ما يمكن أن يحمل على الجانب التطبيقي والتفعيلي. هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي أمين محمد أمين، المتخصص في الشؤون العربية، الكاتب بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أمين. أهلا بك أستاذ أمين. يعني ونحن نتحدث عن البيان، لبنى الخولي منذ قليل استعرضته معنا وتابعناه على مدار أعمال اليوم، يعني تابعنا البيان وتابعنا الأعمال نفسها. هل في نظرك حمل البيان
شيئا يمكن أن يحمل على موقف التطبيق، لأنه يعني تناول مثلا مسألة القدس، تناول مثلا مسألة الاعتداءات الإيرانية ممثلة في الحوثيين، تناول بطبيعة الحال كل القضايا العربية، وإن كان يعني الموقف السوري يعني لم يحدث هناك تناول واحد بالنسبة للقضية السورية، لكن في النهاية الحل السلمي، وفي النهاية وحدة الأراضي السورية، كل وحدة السودان، ويعني وحدة. هل حمل مواقف يمكن أن تحمل إلى عالم التطبيق؟ ده اللي أنا أتمناه، مش بس في القمة دي، في كل القمم العربية. احنا في كل قمة بنعبر عن الواقع العربي بصدق، وكلمات القادة والملوك بتعبر أكتر من البيان الختامي. طيب، يعني الجزء الأول هو البيان الختامي بالزبط. ثم الحقيقة هنعرض أجزاء من كلمات الزعماء والقادة العرب وسنتناولها أيضا بالبحث. ماذا عن البيان الختامي؟ مجمل أعمال القمة. ما أنا أقول لحضرتك المجمل بيان قمة الزهران هي قمة القدس، لكن هو شمل 18 بند اللي تضمنهم جدول الأعمال مع اختلاف الرؤى واختلاف المواقف. يعني أنا شايف إن هي رغم إن القدس هي شعار القمة لكن واخدت جانب كبير، القضية الفلسطينية، لكن القضايا الأخرى أعتقد إن كانت في نفس الأهمية، يعني بدءا من ما طرحته مصر، ودي أعتبر إن هي دي النقطة الأساسية اللي كانت مفروض تركز على القمة، وهي ضياع الهوية العربية، ضياع الدولة العربية، وده الخطر اللي احنا بنواجهه حاليا، اللي متمثل حاليا في سوريا ومن قبله العراق وليبيا واليمن، نتيجة التدخلات الخارجية والإقليمية. النهاردة الكثير من الدول العربية مهددة بالضياع. دي القضية الأساسية. أنا تصوري كنا بدأنا بفلسطين، إحنا النهاردة 5 دول عربية مهددة بتغيير هويتها وتغييرها من الخريطة. الصورة دي أنا كنت أتمنى إنها تكون تتصدر مناقشات القمة. عشان كده أنا طول عمري بقول إن لا يكفي إن أنا النهاردة أجتمع ساعات وأفضل القمة، لازم هذه القضايا تناقش وتناقش حلولها وحلولها تطبيقية زي ما حضرتك فضلت. أنا مش مجرد إن أنا بصدر بيان، خطواته العملية إيه؟ يعني أنا النهاردة ترامب غير بين السفارة القدس، إحنا هنعمل إيه؟ هل ما قلنا إن إحنا بنستنكر، هل هذا كافي؟ أم هناك خطوات عملية لهذا القرار العربي وغيره من القرارات؟ طيب أنا فقط أريد أن أقترب من فكرة الواقع يا أستاذ أمين. بالضبط. ماذا يمكن أن يفعل؟ يعني نحن نطالب القادة ونطالب الجامعة العربية ونطالب القمم العربية بالتفعيل، ونحن يعني حتى لما إذا جئنا كي نتكلم بنقول حضرتك مش هتحارب حد ومش هتقاطع اقتصاديا حد، لكن ماذا يمكن أن تفعل على المستوى التطبيقي؟ ألم يفعل القادة العرب والدول العربية ما يمكن أن يفعلوه بالاتجاه إلى المحافل السياسية والدبلوماسية بمحاولات تكوين رأي عام عالمي؟ يعني هل هناك ما هو أكثر من ذلك يمكن عمله؟ طبعا في وحدة الصف العربي، وحدة الرؤية العربية. احنا النهاردة حتى البيان اللي طالع في اختلاف الرؤى، يعني الموقف من سوريا هناك ثبت ودول دول. نعم طبعا، ادي صورة من الصور. نعم. انه بينما الموقف النهاردة ان دولة عربية مهددة وعليها عدوان ثلاثي ايا كانت، لكن احنا اكدنا الاتهام ان قلنا ان النهاردة الكيماوي، بينما لم يثبت الى الان ان كان هذا الاتهام صادق ام غير صادق، وشفنا التجربة السابقة العراق ضاع بسبب هذا الاتهام الكاذب. فالقضية وحدة الرؤى. الجامعة العربية هي مراية عكس للشعوب او للدول، لان هي جامعة الدول. فالنهاردة عشان نكون مراية عكس صادقة لازم النهارده يكون في اراده عربيه ان احنا عايزين اما نكون او لا نكون، ومنتهى الصراحه. ماذا يعكس هذا البيان؟ يعني تعالى حضرتك نحاول ندور فيه شويه، يعني مساله القدس مثلا، ومساله يعني عدم الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل. هل كان البيان كافيا حازما بالدرجه الكافيه؟ لا، البيان مش كافي. البيان ما هو هي مشكلتنا ان احنا بنضع شعارات جميلة جدا، لكن على أرض التطبيق
طب أرض التطبيق رائع ليه حل واحد. الأول عايز أسأل حضرتك هي الشعارات كانت جميلة، طيب يعني فلنقرأ بعض البنود ونشوفها مناسبة ولا لا للوضع الحالي. تصدير أو تصدر القضية الفلسطينية اهتمامات القادة العرب اعتبرتها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأهمية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية وبطلان عدم وبطلان شرعية القرار الأمريكي. طيب خلينا نتكلم في هذه النقطة آخر حاجة، بطلان شرعية القرار الأمريكي كيف؟ هو ده اللي أنا عايزه. طيب دي نقطة للغاية مهمة، في نقطة تانية الحقيقة، أهمية السلام الشامل والدائم، الكلام ده كرر كتير أنا عارف بالزبط. يعني بس منذ 2002 لكن خلينا نشوف بس، كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية. إذا مبادرة السلام بيتم تجديد طرحها، يعني زي تجديد الثقة كده أن هي الحل. هل يمكن أن تفعل في إطار 1-2-3؟ هي مفروض تفعل، بس مش هتفعل بالقرار العربي، هتفعل بالقرار الدولي. أن النهاردة بقى في إرادة دولية لتطبيق، هو مبادرة السلام العربية تقول إيه؟ الأرض مقابل السلام. نعم. أن إسرائيل تنسحب من كل الأراضي العربية لغاية حدود حزيران 67 ماشي، وفي نفس الوقت الدول العربية تعمل معها السلام. الواقع العكس، الواقع أن إسرائيل النهاردة بتزيد احتلال الأراضي العربية، بينما إحنا بعض الدول بتسعى للتطبيع معها، وبقى النهاردة إسرائيل هي بتحرك كثير من قضايا المنطقة لإنهاء دور الدولة الوطنية. مش ده الواقع؟ طب أنا النهاردة قدام هذا الخطر. طيب في ظل حتى ما يسمى بالتقارب العربي الإسرائيلي، إذا جازت تسمية الوضع الحالي، والسياسة لا تعلم إلا فن الممكن بالمناسبة بالضبط، ألا يمكن هذا أن يكون مقدمة جيدة لتطبيق المبادرة العربية؟ أتمنى، بس على أرض الواقع لأن تقبل بها إسرائيل مثلا؟ ما أعتقدش أن إسرائيل تقبل بها، لأن لو قبلت بها المبادرة العربية دي طرحت وإحنا في قمة بيروت لو مزبوط. تذكر حضرتك مزبوط. المرحوم الملك عبد الله وطرحها. طب في قمة بيروت إسرائيل منعت عرفات أن يحضر أو أن يبن كونفرنس يبقى يواجه كلمته للقمة اللي هي في وقت المبادرة لو تذكر. أنا كنت موجود ومش موجود فيها. القضية النهاردة أن أنت بتطرح شيء وللأسف إسرائيل ومن وراها بيفعلوا ما يريدوا. هم عارفين أن هياخدوا السلام بطريقتهم هم، مش بأسلوبنا إحنا. عشان كده أنا بقول لحضرتك أن إحنا النهاردة لما نحط قرار نحط له خطوات عملية لتنفيذه وتوقيت. أقول أن أنا النهاردة 1-2-3-4، ما زي ما حضرتك تفضلت هي فن الممكن، بس الممكن النهاردة بكرة مش ممكن. يعني إحنا لو بدأنا من قمة بيروت خطوات عملية لتنفيذ هذه المبادرة سنة 2000 كان ما كناش وصلنا النهاردة 2018 وإحنا لسه بنقول هذا الكلام. صح؟ طيب يعني القضية ستظل مزمنة ويبدو أنه يعني حلها لا جاي، لكن بطريقة حلها كمان في نقطة الخلاف الفلسطيني، وده شرخ كبير في الموقف. لازم واحد حتى الصف الفلسطيني، ما دي برضو قضية، ما انت النهاردة واحد الصف الفلسطيني واحد المواقف العربية وفي نفس الوقت اطلب ما تريد. لكن انت اساسا هو إسرائيل بتعمل ليه؟ او القوى الخارجية تلعب على خلافاتنا، تلعب على أخطائنا، مش كده؟ مظبوط. يعني انت فاكر قول جولدا مائير قالت ان اسود يوم حريق المسجد الاقصى، لان كنت خايفه من رد الفعل العربي. تاني يوم قالت انا ما نمتش الليله دي. تاني يوم قالت انا نمت كويس لان ما كانش في رد فعل عربي ولا اسلامي. هي دي القضيه، احنا للاسف نتعامل برد الفعل. يا ريت نتعامل بالفعل، احنا لينا اصحاب حق ناخد هذا الحق. ما بقولش بالحرب، لكن بقول بالطرق الدبلوماسيه، هات وخد. انا حد ايه واخد ايه؟ احنا النهارده انحصرنا في القدس الشرقيه. طب خلاص موافقين على القدس الشرقيه، فين هذا بعد ما انت لم يعني قبلت بما لم تكن تقبل به؟ بالظبط. يعني بالظبط، مش كده؟ وجاء يوم اسرائيل يعني سالت التطبيع الكامل مع العرب وكان عندها استعداد للتفاوض حقيقه، لكن يبدو انه يعني حينها رفض عربيا بالمناسبه فكره التطبيع الكامل دي. النهارده معروضه. استاذي من هاوس شاهد، واول من اعترض الفلسطينيين، ثم بعد ذلك النهارده بيقبلوا بكل ما. عشان كده بقول لك احنا الفرص الضائعه، كل سنه الفرصه بتقل عنك.
طب انا النهارده عشان كده اعتقد ان وجود ترامب قد يمثل فرصه حقيقيه لما يسميه صفقه القرن واي طروحات يطرحها، لكن على الاقل يمثل اساسا تفاوضيا بشكل او باخر. انا مش متفائل بترامب، مش متفائل انه متعاطف مع القضايا العربيه. انا من مش تعاطفا، لكنه مدخل باب، مدخل باب، بس كل مواقفه. انا بكل اسف نظريتي لترامب هو بينظر لنا احنا بقر حلوب، ياخذ منا ما يريد ولا يعطينا ما نريد. يعني حضرتك النهارده، انت عارف النهارده الهجوم على سوريا ليه؟ صراع على الغاز، حسيته كعكة الغاز السورية. لكن هل النهارده لمصلحة الشعب السوري او لوجود الدولة السورية هذا ما يحدث؟ ما اعتقدش. ايا كانت، انا ضد تدخل اجنبي بكل صوره، سواء من حزب الله، سواء من ايران، سواء من تركيا. كل هناك حلا عربيا الحقيقه، ما التجأنا الى التدخل العربي بالظبط. هو عشان كده بس خليني اسال، لو في تدخل عربي بالمناسبه، لو في قوات حمايه او فصل او امن او غيره يعني عربي، اي ما يكون الاسم، بس في حاجه اريد ان يعني اربطها وسانتقل. حصل التدخل العربي فيما يسمى بتحالف دعم الشرعيه في اليمن، اصبحت ماساه ربما وفوضى اكثر من الموجوده في الاراضي المحتله. بالظبط. طيب اليوم هناك تاكيد ايضا في البيان الختامي على ضروره دعم قوات دعم الشرعيه او قوات التحالف العربي، وانه مستمرون في ذلك، وادانه الحوثيين وادانه الممارسات الايرانيه ويعني وما تعلق بالقضيه بشكل او باخر. طيب اذا حتى وان اذا كان عندك اجماع عربي، اهي قضيه عليها اجماع عربي، اين التصرف؟ ما هو يعني اذا ايضا جانب التطبيقي لم يؤتي الثمار المرجوه. ما هو ليه؟ لان العالم العربي منقسم، جزء داعم لايران وجزء ضد ايران. نفس الحكايه بالنسبه لتركيا. ما هو خلينا نكون واقعيين على يعني عند حضرتك النهارده، القاده اللي شاركوا هل كلهم متفقين في الرؤيه بالنسبه لليمن؟ لا، المعظم لا، يعني الغالبية. يعني لا، قضية يعني يمكن أن نسوقها على سبيل التوافق وليس الإجماع. بالضبط. يعني مش كده؟ التوافق، وأنا بتمنى أن احنا يكون في توافق. طيب ما دام عندنا توافق، الخطوات العملية الكدائية، ما هو أنت العنف بيزيد العنف. يعني النهاردة حتى أن أنت نقلت القمة من الرياض إلى الزهران، ما برضه عشان الصواريخ اللي ممكن تطلق عليها، نكون صرحاء. ماشي. طب ان التهديد النهارده لدوله زي السعوديه، ها، والنهارده ان ايران تلتف من الجنوب مع الحوثيين عشان توجه برضو ضرباتها للسعوديه، ما مقصود ان انت بتحاصر، تهديدها بالنسبه للبحرين، تهديدها لجزر الامارات. طب احنا النهارده الى متى سيظل هذا الصراع الايراني العربي؟ انا مش عايز اقول الفارسي، الى متى في دوله؟ ان النهارده من ضمن افتتاح القمة كان ثالث كلمة هي أمين منظمة المؤتمر الإسلامي. أين منظمة المؤتمر الإسلامي والاثنين أعضاء فيها؟ السعودية. طب عفوا حضرتك بتتساءل إلى متى؟ عند حضرتك اقتراح محدد؟ عندي اقتراح محدد. عندي اقتراح إن احنا لابد من إن احنا نبدأ التفاوض مع إيران. مع إيران. البعض هيعتبروا إن ده جنون، لكن أنا بقول إن احنا في الآخر بنحارب وبعدين بنيجي نتفاوض. طب ما نقصر الطريق النهارده ونتفاوض، لان النهارده ايران تغلغلت، موجوده في لبنان صح، موجوده في سوريا، موجوده في اليمن، بتزعزع الاستقرار في البحرين، في السعوديه بتزعزع الاستقرار، في الكويت، عندنا حتى في مصر انت شفت ما بيحاولوا قد ايه. طيب في ليبيا، طب وبعدين هنفضل كده صراع سني شيعي؟ وده اللي عايزينه، الحرب العالمية الثالثة تقوم حرب سنية شيعية، ولا أنا أشيل الفيش وأبدأ أن أنزع فتيل؟ أنهي؟ وإحنا دين واحد، وإن كنا اختلفنا في المذاهب، أنا يعني ده الحل. لأن هنحارب وهنتدمر، وإحنا بندمر وإحنا اتدمرنا. يعني أنا عجبني في البيان الربيع العربي اللي دمر كتير من دول المنطقة، لم يكن ينتظر أن يدمر، يعني كان محاولات إصلاحية. بالظبط. وللأسف فشلت. مع حضرتك عشان برضو نرجع إن هي كانت مؤامرة علينا بأخطائنا، على أخطاء نظم الحكم اللي كانت موجودة
فانت حاولت تصلح، لكن هو الاساس هو التقسيم، تقسيمنا الى دويلات. مش ده الواقع؟ احنا ليه بنهرب من الواقع؟ لازم علينا ننزل نكون صادقين مع نفسنا، ها، ونعرف احنا المخطط لينا ايه. انا عارف ان عدوي عايز مني كده، انا بساعده، هو بيسيرني عشان انا اغضب واشتري سلاح وادمر اخويا وشقيقي وهو يدمرني. ومين الفائز؟ هو مبدا الاستعمار القديم، فرق تسد. فعشان كده انا حضرتك يعني في اخر الصراع الفلسطيني يعني بنقول السلام. سلام مع مين؟ مع اسرائيل. طيب الارض مقابل السلام، وهو نفس الكلام اللي بيتقال، لكن الكيفيه اختلفت طبعا. خلاص. طبعا الوضع طبعا انا معاك، وانا بقولش ان النهارده ان ايران ملاك واحنا شياطين، لا، انا بقول النهارده ان في قوة خارجية من مصلحتها اسعال احنا اتكلمنا ان السياسة فن الممكن الحقيقة يمكن ان تفوض الشيطان. يعني النهارده اتكلم عن سلام زي حضرتك سقط ايران يعني. طيب هنعود لنتحدث في هذا الموضوع، نكمله ونكمل ماذا ايضا قال القادة العرب، لكن فقط بعد فاصل قصير، ونعود الى حضرتكم ان شاء الله. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كل تحياتي. ضيفي هو الأستاذ أمين محمد أمين، المتخصص في الشأن العربي والكاتب الصحفي، الذي دائما ما أعيد الترحيب بي. أهلا بحضرتك. يعني الواقع يشابه التاريخ، وكلاهما يبدو مؤلما بشكل أو بآخر. الواقع العربي يعني، وأعتقد أنه هذه القمة العربية تعرضت ل أنها تكون في موقف حساس للغاية اليوم، لأنه قبلها قصفت عاصمة، أي مكان التأييد وأي مكان من ضد ومن مع، الجميع في موقف حرج الحقيقة طبعا، لأنه يعني 24 ساعة على قصف تقريبا مرت. لكن طيب دعونا نتابع مشاهدينا الكرام أيضا ماذا قال القادة العرب على المستويات المنفردة، وسنناقش طبعا كل ما قالوه. بداية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال إن هناك دولا إقليمية تهدر حقوق الجوار وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية على حساب مؤسسة الدولة الوطنية بها. هناك دول إقليمية تهدر حقوق الجوار وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها. إننا نجتمع اليوم وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين في حالة احتلال صريح لأراضي دولتين عربيتين شقيقتين، وفي الوقت نفسه هناك طرف إقليمي آخر زادت له حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة أن يبني مناطق نفوذ باستغلال قوى محلية تابعة له داخل أكثر من دولة عربية. وللأسف الشديد فإن الصراحة تقتضي القول بأن هناك من الأشقاء من تورط في التآمر مع هذه الأطراف الإقليمية وفي دعم وتمويل التنظيمات الطائفية والإرهابية. أكد أيضا الرئيس السيسي ضرورة عدم السماح لأن يكون الانقسام الفلسطيني ذريعة لإبقاء واقع الاحتلال، وشدد على أن مصر تعمل مع الفلسطينيين لطي هذه الصفحة. لا يجب السماح بأن يكون استمرار الانقسام الفلسطيني ذريعة لإبقاء واقع الاحتلال. إن مصر تعمل بكل دأب مع الأشقاء الفلسطينيين لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخهم، وقد آن الأوان لرأب هذا الصدع غير المبرر وتجاوز اعتبارات المنافسة الحزبية لصالح علاء كلمة الوطن واستعادة وحدة الصف الفلسطيني التي هي شرط ضروري لخوض معركة التفاوض والسلام واسترداد الحق. ده كان كلمات أو مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار إلى أن القدس الشرقية تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة تهدف إلى طمس هويتها، مؤكدا أن ذلك كله يتم بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية. يتم ذلك كله بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية التي خرقت القوانين الدولية بقرارها
اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في خطوة استباقية ومدانة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة طرفاً في الصراع وليست وسيطاً منفرداً لحله، ما جعل الحديث عن خطة سلام أمريكية أمراً غير ذي مصداقية. وهنا جدد التأكيد على أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين. رئيس العاهل الأردني الملك عبد الله أكد برضو على إقامة الدولة الفلسطينية وتطرق لأزمة اللاجئين، لأنه بشكل أو بآخر الأردن طبعا معنية بهذه الأزمة والجميع معني بها، لكن هناك دول ربما تبدو أقرب جغرافيا من دول أو أقرب إلى قضية ما. يعني الكلام جيد، يعني في النهاية كلنا عايزين دولة فلسطينية وبقالنا 70 سنة عايزين دولة فلسطينية، لكن آليات التفعيل إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك، يعني هو الرئيس السيسي قال إن إحنا في الانقسام الفلسطيني وهنحاول طي صفحته، وفي نفس الوقت الرئيس عباس قال إن إسرائيل النهاردة بتحاول تطمس حتى هوية القدس الشرقية اللي أنت عايزها عاصمة للدولة الفلسطينية. طيب وقال وجه بدعم من الإدارة الأمريكية، يبقى إذن أنا النهاردة عارف من يدعم. لو أنا وقفت هذا الدعم وضغطت أنا كموقف عربي موحد إن إحنا النهاردة نوقف هذا الدعم الأمريكي ويضغط لصالح حل القضية، إذن ده طريق للحل. لكن النهاردة لكن أبو مازن قال إنه الإدارة الحالية هي اللي فيها المشكلة وبالتالي ده مش هيحصل. بالظبط، وده اللي أنا قلته، وعشان كده أنا النهاردة أبدأ بنفسي، لازم أولا أعمل مصالحة فلسطينية، يبقى في عندي موقف فلسطيني قوي وفي نفس الوقت في موقف عربي مؤمن بعمليتي. يعني أنا النهاردة العاهل خادم الحرمين الشريفين 155 مليون لدعم المقدسات الإسلامية في القدس، مش كده؟ وفي نفس الوقت ها هو بيدمر وأنا بعمر، صح؟ طيب وبعدين غزة تدمير فيها مستمر ونحن نقدم الدعم، وبعدين لازم النهاردة مش لغاية امتى احنا يعني من مأساة ان احنا بنقول النهاردة قضية العرب الاولى فلسطين، ده احنا عندنا قضايا فاقت فلسطين، عندي العراق، عندي ليبيا، عندي اليمن، عندي سوريا. مش هي دي بقت قضايا محورية؟ طيب. صح. طيب أنا أريد أن أعيدنا إلى نقطة الحقيقة رئيس السيسي ذكرها وهي مؤثرة كثيرا في هذه الأمور، حتى في القضية الفلسطينية وفي غيرها، دول لم يسميها الرئيس عبد الفتاح السيسي إقليمية بتحاول أن تتدخل في شؤون الدول، أن توجد لديها مراكز نفوذ. يعني كل يمكن أن يفسر، لكن في عدد من الدول، إحدى هذه الدول أعتقد أنها تركيا هي الأساس. طيب هي التصرف بقى ده. التصرف برضو بأن إحنا النهاردة بالنسبة لتركيا، تركيا النهاردة بتسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. أظن أنها خلاص يعني أبطلت هذه الفكرة من يعني حتى لو شالتها. في عوامل ضغط على تركيا، تركيا دولة إسلامية. المفروض إنها برضو معانا في منظمة المؤتمر الإسلامي. ما أنا بعمل منظمات ليه؟ يعني أنا صورة في المفروض ان النهارده الجامعه العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي ها اللي هي بتضم دول الجوار الاقليمي ها تيجي نقعد نبحث بقى القضايا كده داخل حدودنا الدائره العربيه والدائره الاسلاميه، تعالوا نبحث ايه المشاكل ها. لكن انا النهارده تركيا دمرت العراق وليها دور كبير، تركيا في سوريا مش كده، تركيا النهارده بتحارب الاكراد اللي هم منتشرين على حدود سوريا والعراق وإيران. طيب وبعدين ما هو أنا هفضل كده نقطة الصراع دي موجودة وبتستغل، يعني إيه النهاردة تركيا النهاردة محتلة جزء من الأراضي السورية ليه؟ وقبل كده أنت تذكر حضرتك سنوات ماضية كانت أزمة المية، أمانة المية عن العراق وعن سوريا مش كده؟ طب ليه لمتى؟
لمتى؟ وبعدين كل دوة بيتحرك لصالح إسرائيل. ما تفتكرش إن في صراع بين تركيا وإيران أو إسرائيل، بالعكس هو سباق على منطقة النفوذ، من هو يكون الحارس الشرطي الجديد للمنطقة للقوى الكبرى. أنا عارف كل هذه الخريطة واضحة قدامي، وبسأل نفسي ما الحل؟ الحل إن أنا النهاردة أوقف هذا النزيف، أوقف هذا الاحتلال، أوقف هذا التدخل، لكن للأسف أنا بإيدي أنا بجيبه، أنا بساعده، أنا بتعاون معاه. يعني النهاردة دولة زي قطر النهاردة أما تدعم انقسامات في الدول العربية وتساعد على الإرهاب وتساعد، طب إيه المصلحة؟ إيه مصلحة قطر في كده؟ أما تخرج من قاعدة العديد النهاردة الطيارات لضرب سوريا، أما تفتح أحد الدول أو عدد الدول العربية مجالها الجو عشان ضرب سوريا، هل ده كان ممكن يحصل؟ هل لو حصل في الاتحاد الأوروبي إن دولة كده ممكن يكون نفس الموقف؟ ليه إحنا كده؟ ليه؟ فين الضمير العربي؟ هو النص مليون سوري اللي هاجروا واللي ماتوا، هو اللي ماتوا نص مليون، لا لا آه لا لا أرقام الهجرة أكتر من كده، الهجرة ثلاثة مليون وأربعة مليون. كويس، دول ذنبهم في رقبة مين؟ وعشان كده أنا للأسف هم اختاروا توقيت سيء عشان يحطونا كلنا في حرج. العدوان الثلاثي فجر القمة قبلها بيوم الساعة 3 الصبح قبل القمة، عدوان ثلاثي وملوش أي مبرر. ليه العدوان ده ما ضربش مواقع إيرانية، مواقع حزب الله، ما ضربش مواقع تركية، ما ضربش مواقع روسية، ما ضربش كوريا الشمالية بالظبط؟ لا يعني 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 يعني, يعني في تهديد إيه؟ يصل إلى الحافة لكنه لا ينفذ إلا بالظبط إلا علينا احنا فقط. إلا علينا احنا الطيارات على مسافة 250 كيلو كان بتضرب صواريخ لسوريا عن بعد من قبرص، في ايه؟ واحنا للاسف انا النهارده اما اسمع ان في مظاهرات في اليونان للتنديد بالعدوان على سوريا، واحنا ولا حد، احنا كلنا، وانا كمصري بامانه شديده انا عارف الحزن اللي في الشعب المصري. طبعا طبعا يعني لا يزيد على ذلك احد يعني الحقيقه. سوريا زي ما كنا زعلانين بالنسبه لها. طب الحل ايه؟ وهناك دول دعمت هذه الضربه، يعني حضرتك بتقول ان في انقسام، هناك دول دعمت يعني مش فقط يعني رحبت او لا، هناك يعني، وبالتالي اذا احنا بنتكلم عن موقف عربي ده مش هيحصل. طب البديل ايه؟ ما هو انا برضو عايز اوضح حاجه، هي الدول دي دعمت عشان هي متصوره ان هي كده بتهدي ايران، اللي هي بتهدي التهديد مباشر ليها، كده نكون واضحين ان هي الدول دي عشان هي ايران النهارده لها اليد الطوله في سوريا، فالضربه دي كان مقصود بيها ان هي تحد من النفوذ الايراني، ماشي؟ لكن هل يعني هذا انا الوقت عندي مشكله مع حضرتك اروح اضرب واحد صاحبك؟ بالظبط، ما هي ده الواقع، هو ده الواقع اللي حصل. ما دعمت ليه؟ يعني النهارده التدخلات من كل التنظيمات الارهابيه في سوريا وفي ليبيا لصالح مين؟ لصالح مين؟ فعشان كده بقول لحضرتك طيب البدائل، يعني البدائل التصور ده مش هيغيب، يعني هيظلوا يعتقدوا انه يعني ايران ممثله في بشار الاسد في العاصمه السوريه في الاداره، نضربهم، احنا بنهدي الجيش السوري في النهايه لو تم، احنا بنهدي الدوله السوريه، مفيش دوله سوريه، هي دي بقى القضيه، مش الجيش السوري ولا بشار، الجيش لا الجيش مهم حبيبي، ما هو الجيش على عيني وعلى راسي، لكن الجيش ايه بدون دوله؟ مفيش دولة سورية، ده المقصود النهارده تفتيت زي ما حصل بالنسبة للعراق، هو العراق ما انت قضيت على جيشها وبالتالي فتت العراق، وقت النهارده العراق مقسم. هذا المخطط معروف، يعني الحقيقة رغم أهمية الكلام لكن لم نأتي بجديد، الحلول إيه؟ ما هو يعني عارفين أنا مع حضرتك، وده اللي أنا بتمناه، إن القمة تخرج بالحلول، مش قمة إثبات مواقف، مش قمة تسكننا بالمواقف، إني كنت بنتظر من القادة العرب النهاردة إن يمسكوا يقعدوا بقضيتين بس أو ثلاث قضايا ويقضوا يوم يومين ثلاثة يبحثوا كل قضايا يقولوا القضايا دي في ثلاث حلول. طيب أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا وقتي انتهى لكن هسألك سؤال وحيد، حضرتك فعلا كنت منتظر ده من القادة العرب؟ لا بس كنت أأمل. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أمين محمد أمين المتخصص في شأن العربي.
شكرا جزيلا لحضراتكم، لكن على موعد بلقاء جديد بعد قليل في أمان الله. مشاهدي الكرام.